مرة تانية برحب بكم يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يعني كورس بتاعنا هو اسمه الآلات الكهربية. كورس اسمه إيه؟ آلات كهربية. فنتعرف سريعا كده عن اللي إيه الملخص بتاعه إن شاء الله، ونشوف هنمشي فيه إزاي. دي بعض الحاجات اللي أنا ما بحبش أشوفها في المحاضرة عشان نكون واضحين يعني. مش الشباب حد عنده أي اعتراض عليها؟ ما فيش إن شاء الله. بالنسبة للمادة بتاعتنا، المادة عبارة عن جزئين. الجزء الأولاني إن شاء الله هيكون مع الزميل الدكتور محمد رزق، وهيتكلم فيه عن ثلاث أنواع مختلفة من الآلات الكهربية. أول حاجة هتكون هي الترانسفورم، المحولات الكهربية. المحول طبعا ماهوش آلة كهربية، لكن بيشترك بس معاه في نفس نظرية الإيه؟ نفس نظرية العامل، لذلك هو بيصنف تبعا للآلات الكهربية. بعد كده هتكلم عن آلة جميلة جدا وبسيطة وسهلة اسمها آلات التيار المستمر. هيدرسها بقى كما لو كانت مولدات كهربية وكما لو كانت ايه محركات النوعين، وهيختم بكده المنهج بتاعه ان شاء الله يعني على كام محاضرة كده. الجزء الثاني انا بقى اللي ههتم بيه، ويبقى اول محاضرة فيه هتبقى انترودكشن هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله. بعد كده هتكلم عن ثلاث انواع مختلفة من الآلات. النوع الاولاني بنسميه الآلات التزامنية او السنكرونس ماشين، وده الاستخدام الاساسي بتاعها في محطات التوليد. بس كده يا شباب يعني احجامها بتكون كبيره جدا، هنحاول سريعا كده ناخد فكره عامه عنها، مش هنخش في تفاصيل كتير لا، لكن هنعرف بس التفاصيل بتاعتها بحيث يبقى انت ايه يعني ما ضيعتش الاله وما تعرفش عنها حاجه. بعد كده هنتكلم عن نوع مهم جدا في الحياه الصناعيه، وهو الاندكشن موتورز او الات الحثيه او الاستنتاجيه. هناخد نبدا بالثري فيز بتاعتها، وبعد كده في اخر محاضره خالص هنتكلم عن النوع خاص منها وهو السنجل فيز، اللي هو الماشينز بقى اللي بتستخدم في المنازل والتطبيقات الصيه البسيطه كده، الات الايه التيار المتردد او الالات الاستنتاجيه، ان من نوع الايه السنجل فيز، وهنعرف يعني ايه الفرق ما بينهم ان شاء الله. بالنسبه للماده، الماده عباره عن 150 درجه، الفاينل بتاعها من 110، وعمال السنه بتاعتها من 40 درجه. برضو دكتور محمد يبقى مختص ب 20 درجه، وانا مختص ب 20 ايه ب 20 درجه. التوزيع بتاع ال 20 درجه اللي معايا هيتم ازاي؟ اولا بحضورك، رغم ان احنا في زمن الكورونا مش هنقدر ناخد غياب ولا حاجه، بس ايه ممكن لما نعمل كويز مفاجئ ولا حاجه نميز بيه الناس اللي بتلتزم والناس اللي ما بتلتزمش. هيبقى في مجموعه من الريبورتس والشيتس هتبقى تحلها وتبقى ترفعها على المودل مباشره، مش شرط تسلمها هنا. طبعا الميد تيرم شيء اساسي، وممكن نبقى نعمل امتحان اونلاين ام سي كيو كده برضو على الايه على المودل، بحيث الناس تعوض درجات وتجمع درجات وهي قاعده في البيت، مش شرط ان احنا نتقابل يعني. حد عنده اعتراض على توزيع الدرجات من البدايه؟ اللي عنده يقول يعني، لو حد عنده تقييم تاني ممكن نضيفه، مفيش مشكله. انا بقى هو هيبقى ميد ترم واحد بس، في الاخر هيبقى فيه ويت لدكتور محمد ويت، يعني الامتحان هيجي مقسوم جزئين يعني، ما تقلقش. بس كده يا شباب، طبعا الدرجات ال 40 درجة مش على الميد تيرم فقط زي ما اتفقنا، يعني الميد تيرم هيبقى فقط جزء من ال 40 درجة عشان الناس ما تقلقش يعني. في جزء بقى زي ما قلنا ممكن تطلب منك ريبورت على الايه على الموديل تعمله في البيت وترفعه وتاخد عليه درجة، ممكن نعمل ام سي كيو سريع كده على الموديل تجاوبه وانت قاعد في البيت، مش برضه اي مشكلة، ممكن حاجة سريعة في المحاضرة. يا شباب اي استفسار عشان بعد كده الناس ما تجيش تقول انتوا قيمتوا ازاي؟ بالنسبه للتكست بوكس اللي هنتكلم عليها، اي كتاب الات كهربيه، والالات دي كتير جدا، لو دخلت على النت وكتبت او الكتب اللي هي الهاكرز اللي بتجيب لك كتب جاهزه هتلاقي الاف من الكتب الخاصه بالالات الكهربيه. اي كتاب هتلاقي فيه الكلام اللي احنا ان شاء الله هنقوله. اصل يا شباب انا ههتم بثلاث كتب اساسيه، كتاب جوش ده كتاب كويس مختصر الى حد ما، ويليه كتاب بنبهره، هو للاسف كتاب بنبهره كتاب مستفيض شويه، لكن عشان فيما بعد لو انت عاوز ايه تعرف اكتر عن الالات ممكن تلجا له، وكتاب مهد. اعتقد معظم الكتب ما عدا كتاب بنبهره، لان للاسف هو كتاب اوريجينال يعني في الغالب مش هتلاقيه متاح فري على النت، لكن الكتابين التانيين ممكن تلاقيهم موجودين على النت بسهوله وتنزلوهم يا شباب. بس كده ده بالنسبه للريفرنس اللي احنا ممكن ايه نستعين بقى. نبدا بقى النهارده ان شاء الله في انترودكشن سريعه كده للالات الكهربيه، نص ساعه بس ان شاء الله مش هنزود عن كده يعني. بالنسبه للالات الكهربيه يا شباب، يعني لما نقول اله كهربيه على طول يبقى هي اما مولد يا اما محرك. عايز كده اله كهربيه بالنسبه لنا يا اما اله بتشتغل كما لو كانت موتور محرك، او تشتغل كما لو كانت از جنريتور كما لو كانت ايه مولد. احنا قلنا الترانسفورمر ليس باله كهربيه، ولكن ايه هو جهاز هنتكلم عليه فيما بعد دكتور محمد، كهروستاتيك، جهاز ثابت كده بس فكره عمله زي الالات.
لذلك هيصنف تبعا للالات الايه الكهربيه، لكن هو مش بقى، لان الاله بيبقى فيها جزء دوار وجزء ثابت، المحول ما فيش فيه اجزاء بتتحرك. فكره عمل بقى الالات الكهربيه بما فيها الترانسفورمر مبنيه على ان في مجال مغناطيسي وله تاثير. يبقى اول حاجه لو حبيت تفكر تبني اله كهربيه او تعرف فكره عملها، تدور المجال المغناطيسي بتاعها الاول ايه فين. عايز تعرف كانت هي ترانسفورمر ولا كانت جنريتور ولا موتور، هتشوف حاجه تانية هنسميها التاثير بقى اللي موجود ده. خلاص كده في تاثير، هيقول لك مع وجود المجال المغناطيسي التاثير ده هيحصل، والاله هتشتغل كما لو كانت ترانسفورمر، او التاثير ده يحصل يبقى هتشتغل كما لو كانت جنريتور، او العكس هتبقى ايه هتبقى موتور. فرقم واحد هو المجال المغناطيسي. على سبيل المثال لو احنا عندنا جنريتور، الجنريتور ده وظيفته انه يحول الطاقه الميكانيكيه الى طاقه كهربائيه، هتدي له حركه. في وجود مجال مغناطيسي على طول هينشا ايه قوه او طاقه كهربائيه. يبقى احنا عاوزين ايه مولدات عموما عندنا ميكانيكال انرجي او طاقه حركيه هندخلها له. في وجود مجال مغناطيسي وسيط كده هيحصل ما يسمى بالانرجي كونفرجن، ما لناش دعوه التفاصيل بتاعتها هتتم ازاي، نسيبها لاهل التخصص في قسم الكهرباء. تقوم الطاقه الميكانيكيه دي تتحول اوتوماتيك الى طاقه ايه طاقه كهربائيه. بس عشان تتم عمليه التحويل دي لازم في وسيط، هو مين؟ المجال المغناطيسي. طب العكس بالنسبه للموتور هيقوم بالعمليه العكسيه، انت هتدي له كهرباء توصله بمصدر تيار كهربي. برضه في وجود المجال المغناطيسي، في وجود المجال المغناطيسي هيتحول الطاقه الكهربائيه بتاعتك دي الى طاقه ايه ميكانيكيه. عسكري يا شباب، يبقى الاثنين بيقوموا بعمليه عكسيه، بس في وسيط بالنص هو اللي بيقوم بالعمليه دي، هو مين؟ المجال المغناطيسي. اعتقد ان انتوا درستوا مجالات ولا لسه خدتوا فكره عنها. تعال بقى نلخص الكلام اللي انتوا خدتوه في المجالات سريعا ونشوف الجزء اللي بيهتم للالات ده. يبقى اول حاجه عاوز مجال مغناطيسي للآلة الكهربائية بتاعتنا، أجيب له مجال مغناطيسي إزاي؟ إيه هي الطرق اللي أنا ممكن أنشئ بيها مجال مغناطيسي؟ حد عارف؟ نبدأ من إيه؟ من البيزكس الأول، بيرمننت ماجنت، مع إن إحنا الطريقة الصعبة دي ممكن نجيب مغناطيس دائم، صح؟ خلاص، المغناطيس الدائم ده بيديك قطب شمالي وقطب جنوبي، صح كده؟ يعني إيه قطب شمالي وقطب جنوبي يا شباب؟ قطب شمالي هو حاجة ستاندرد كده عرفناها. شمالي يعني المجال عند نقطة معينة خارج منها، خلاص كده؟ وجنوبي يبقى المجال داخل للنقطة دي. لكن في الحياة العملية أو في الواقع مفيش حاجة اسمها قطب شمالي وقطب إيه؟ جنوبي. ده احنا عرفنا بس قلنا خد هناخد إيه؟ نقطة معينة، لو لقينا المجال خارج يبقى هنسميه شمال، لقينا المجال داخل يبقى هنسميه جنوب، خلاص كده يا شباب؟ يبقى احنا جبنا بيرمننت ماجنت. ليه؟ للاسف انت لما هتيجي تصنع مثلا بيرمننت ماجنت يبقى انت هتصنعه بماده معينه الفيروماجنتيك ماتيريالز اللي هي بتحتفظ بالمغناطيسيه بتاعتها، وهتبدا قيمته تظل ايه ثابته. يبقى انت لما هتصنعه مثلا هيديك وليكن 2/10 ويبر، اذا دائما هيظل يديك 2/10 ايه ويبر، ما يقدرش يتغير خلاص المغناطيسيه اللي جايه منه، الا اذا عرضته انت لشيء اخر يفقد المغناطيسيه ايه بتاعته. يبقى دي اول طريقه ممكن نجيب بها مجال مغناطيسي اللي هي المغناطيسيات الايه الدائمه. النقطه الثانيه زي ما زميلكم قال اللي احنا ممكن نجيب موصل ونمرر فيه تيار. القاعده الاولى اي موصل ايا كان شكله طالما بيمر فيه تيار اذا حوالين منه في مجال ايه في مجال مغناطيسي، لازم تجزم اللي في مجال مغناطيسي حوالين هذا الايه الموصل. طب الموصلات عندنا بتاخد شكل ايه؟ لو انت ماشي في الشارع هتشوف ما يسمى بالترانسميشن لاين اللي بتنقل الكهرباء، يعني الخطوط ماشيه في ايه؟ خط مستقيم كده بالشكل ده كده، سلك مستقيم وماشي فيه كارت. بالنسبه للالات لا ما بيبقاش اسلاك، ده بيبقى عباره عن ايه؟ ملفات، فيبقى عندنا النوع الثاني اللي بيبقى عباره عن ملف. خلاص كده؟ كلا النوعين دول مجرد ما هيمر فيهم كارنت اذا على طول هينشا حوالين منهم ايه؟ مجال مغناطيسي. المطلوب منك بقى في المجالات اللي انت درستها انك تكون عرفت بقى شكل المجال ده ايه؟ اتجاهه فين؟ قيمته كام؟ ثلاث حاجات تعرفهم للمجال ده. خلاص كده؟ أول حاجة تعالى نبص سريعا عن الاتجاه بتاع المجال ده فين؟ نحدد اتجاهه ازاي؟ بقاعدة البريمة اللي هي ماكس والرول اللي انتوا خدتوها زمان في المجالات المغناطيسية. يبقى انت بتعمل ايدك بالشكل ده كده، بتقول ايه؟ بتقول لو ده اتجاه الكرنت اللي هو الصباع اللي طالع لفوق ده، يبقى اللي حوالين منه ده اتجاه المجال. ولو عاوز تعكس اتجاه المجال تقوم عاكس ايه؟ اتجاه الكرنت. بس. بقى ممكن تعمل برضه منه قطب شمالي وقطب جنوبي. طب لو كان العكس، لو كان الدوائر دي هي اتجاه او التيار بيمشي في شكل دوائر، يبقى على طول الاتجاه الخط اللي فوق ده هو اتجاه مين؟ المجال. يبقى واحد اتجاه المجال والتاني اوتوماتيك اتجاه الكارنت. بس كده يا شباب؟ يبقى الكارنت يبقى ده مجال، العكس لو ده التيار يبقى ده المجال. ومجرد عكس اتجاه التيار على طول برضه
الاتجاه المجال هيحصل له ايه؟ هيتعاكس. يتعاكس معنا نقدر نعمل قطب شمال وقطب جنوب. تعالى كده نعمل على الطريقه الاولانيه بتاعتنا، الطريقه الاولانيه السلك بتاعنا ده، لو احنا مررنا في كرنت، اتجاه الكرنت نازل لتحت باتجاه المجال حوالين منه في اتجاه عقارب الساعه، خلاص كده عامل دوائر. طبعا هو عباره عن سيركولر او بيبقى عباره عن خطوط مغناطيسيه لا تتقاطع، او المواصفات اللي انتوا خدتها للمجال المغناطيسي قبل كده. طب لو هو ملف، بكل بساطه في الحاله دي بقى التيار هيمشي في جوه الملف هو اللي على شكل ايه؟ دوائر. يبقى برضو التيار نازل لتحت وبيلف في اتجاه عقارب الساعه، يبقى اتجاه المجال المغناطيسي يبقى الايه؟ يبقى الاسفل بالشكل ده كده. طب لو انت عاوز تعكس اتجاه المجال، بكل بساطه اعكس اتجاه الكرنت بتاعك على طول، اتجاه المجال بتاعك بقى لما كان لتحت هيبقى لفوق، او لما كان خارج هيبقى داخل. يعني تقدر تعمل قطب شمال وقطب جنوب، ده بالنسبه لاتجاه المجال. طب لو احنا عاوزين نعرف شكله، القاعده بتقول المجال المغناطيسي بيتبع نفس شكل موجه التيار المسبب له. تيار المجال المغناطيسي اللي عندك اللي بينشا شكله ايه؟ نفس شكل موجه التيار بتاعك. احنا عندنا نوعين من الكرنت بنستخدمه، يا اما يكون دي سي يا اما يكون اي سي. دي سي معناه انه كرنت ثابت الايه؟ الاتجاه، يا اما يكون بوزيتيف يا اما يكون نيجاتيف. انت تقدر تغير قيمته، تزودها او تنقص، وبالتالي هينشا مجال مغناطيسي ايضا اتجاهه ثابت، عشان اتجاه الكرنت بتاعك ثابت خلاص كده، وتقدر تغير في قيمته تبعا لقيمه الايه؟ التيار. تزود التيار المجال يزيد، تقلل التيار المجال ايه؟ يقل. لو التيار بتاعك بوزيتيف اذا المجال على سبيل المثال اللي هينشا يكون خارج، يبقى هنسميه قطب شمالي. لو التيار نيجاتيف يبقى التيار المجال بتاعك يبقى داخل، يبقى هيبقى قطب ايه؟ قطب جنوب. اذا برضو تيار موجب وسالب يقدر يعمل لك قطب شمالي وقطب جنوب. صعبه دي يا شباب؟ اوكي. النقطه الثانيه الاي سي، التيار لو ايه؟ اللي هو عباره عن اي سي. اي سي بقى احنا عندنا اللي احنا بنستخدمه مثلا زي اللي موجود في المدرج عندنا حاليا ده سنجل فيز، شكله ايه؟ واخد شكل ايه؟ ساينسويدال ويف، واخد الساين ويف دي. وبالتالي المجال المغناطيسي بتاعنا اللي هينشا هياخد نفس شكل الموجه دي بالظبط، يبقى واخد برضو ايه؟ الموجه دي. طبعا احنا عندنا التردد في مصر كام؟ 50 هرتز. وبالتالي زمن الموجه اللي قدامك دي قد ايه؟ 1/50 اللي هي كام؟ 20 مللي سكند. يبقى الموجه دي التايم بتاعها قد ايه؟ من اول هنا لحد هنا 20 مللي ايه؟ مللي سكند. يعني نصها 10 مللي سكند. صح؟ يبقى نص الموجه لو انا ده لحد هنا 10 مللي سكند. ايه اللي انت هتلاحظه؟ ان 10 مللي سكند الاولانيين او في نص الموجه البوزيتيف بتاعك هيبقى المجال وليكن شمالي، في نص الموجه النيجاتيف بقى جنوب. يعني خلال بس 20 مللي سكند غير البولاريتي بتاعته، ده رقم واحد. رقم اثنين كمان الماجنيتيود بتاعته قلت او اتغيرت، اتغيرت من الصفر وراحت للماكسيمم وراحت للصفر مره ثانيه، وبعد كده راحت للنيجاتيف وراحت ايه؟ يعني من صفر القطب شمالي اقصى ما يكون او اقصى مجال، ونزلت للصفر وبعد كده راحت قطب ايه؟ قطب جنوب. هذا المجال بقى مصيبه في الالات الكهربائيه، بنسميه بالسيتنج ايه؟ بالسيتنج فلكس، مجال مغناطيسي نبض. طبعا هينشا عنه تورك، ال 10 مللي الاولانيين هيبقى ينشا تورك، الاله عاوزه تدور في اتجاه عقارب الساعه، في ال 10 مللي سكند اللي بعدها عايزه تدور في عكس اتجاه عقارب الساعه، فالاله يحصل عليها ايه؟ ما يسمى بالجيركي موشن او الحركه الارتعاشيه، مش هتقدر تشتغل بالتاكيد يعني. خلاص كده؟ يبقى المجال ده لو نشأ في الالات الكهربائيه للاسف الاله بتاعتك مش ايه؟ مش هتشتغل. طب الات السنجل فيز، ما المراوح شغاله سنجل فيز اهو. في اخر محاضره بقى ان شاء الله هنشوف ازاي الكلام ده بايه؟ بيتم تعديل. ماشي شباب؟ ده لو السورس بتاعك كان ايه؟ سنجل فيز. طب لو هو ثلاثي الاوجه، وهنبقى ناخد عليه محاضره او جزء من المحاضره ان شاء الله، بينشا ما يسمى بروتيتنج ماجنتيك فيلد. احنا عارفين النظام الثلاثي الاوجه يعني عباره عن 3 ويفز ساينسويدال شيفتد عن بعض 120 درجه، وندي لها بس اسم كده كهربي، مش اي 120 درجه، ما هيش ميكانيكيه لا كهربي. بس كده يا شباب المجال ده لو انت جيت عند اي نقطه زمنيه وتجمع الثلاثه، طبعا الاولاني هيودي لك موجه ساينسويدال، والفيزا الثانيه بعدها ب 120 درجه تجيب لك نفس الشكل ده بالظبط. فلو جيت عند اي لحظه زمنيه تجمع الايه؟ الثلاثه ويفز اللي نشأوا دول، هيديك حاجه غريبه قوي، هيديك قيمه مجال مغناطيسي ثابت. يعني لو جمعتهم هنا تلاقيهم قيمتهم ثابته، جمعتهم هنا تلاقي قيمتهم ثابته. امال ايه اللي بتغير؟ جاست اللي بتغير البوزيشن بتاع المجال في الفراغ. يبقى 3 فيز هيدي لك مجال مغناطيسي ثابت القيمه، لكن البوزيشن بتاعه في الفراغ هو اللي ايه؟ هو اللي بيتغير. وده المجال ده مهم جدا وهنبقى نهتم بيه شويه، بنسميه روتيتنج ماجنتيك فيلد، مجال مغناطيسي دوار. وده اللي لازم ينشا في الالات الكهربائيه اللي تشتغل على الاي سي عشان تبدا تشتغل، غير كده مش هلش. او لازم تقترب من الشكل ده عشان الاله بتاعتك تبدا ايه؟
تبدأ تشتغل. المجال اللي مهندس الدوار ده تعريفه ايه او مواصفاته ايه؟ هو مجال بنعبر عنه بفيكتور قيمته ثابتة. فيكتور عندك هو قيمته ايه؟ قيمة بتاعته ثابتة، لكن البوزيشن بتاعه في الفراغ ايه؟ بتغير من 0 ل 360 زي 360 درجة، وتبدأ تتغير الموجة مرة تانية وتعيد نفسها، فهو ماشي في اتجاه عقارب الساعة على سبيل المثال مثلا. طب لو عاوز تعكس اتجاه المجال ده، لو عاوز تعكس اتجاهه خليه يدور عكس اتجاه عقارب الساعة، بكل بساطة في النظام الثلاثي الأوجه تبدل بس تو فيزز مكان ايه؟ مكان بعض. يعني لو كان ترتيب الفيز بتاع الجيل فيز ايه الاول، بعدها الفيز بي، بعدها الفيز سي، لو احنا اديناهم رموز كده، يبقى لو بدلت بس ثبت واحده وبدلت بي مكان سي على طول تعكس اتجاه المجال بتاعك. لذلك عكس الحركه في المحركات الثلاثيه الاوجه بسيطه جدا، جاست بدل ايه تو فيز على طول هتعكس الحركه بتاعتك. المجال ده هنبقى نهتم بيه زي ما احنا قلنا، نشوف القيمه الفيكتور ده قيمته بتيجي ازاي، نتكلم عليها فيما بعد. يبقى احنا كده اتعرفنا عن الايه المجال المعاصيصي، عن الاتجاه بتاعه وشكل قيمته بتحسبها ازاي، خدتوها انتوا في المجالات مش هعيدها تاني، عن طريق قانون ايه التكامل بتاع امبير، خدتوه قانون امبير التكامل على المسار المغلق، تقدر تحسب قيمه المجال المغناطيسي. مش هنفوت في القصه دي. ده بالنسبه للمجال المغناطيسي. حتى عنده ايه استفسار فيه؟ لو الدي سي نشا دي مشكله تانية، يعمل شيفت للمجال المغناطيسي. يعني كاني عندك مجالين بيرما انت ماجنت، هنبقى ناخد فكره عنه في البيرما انت ماجنت ماشينز عموما، يعني بيعمل شيفت للمجال زي انك ضفت موجه على موجه تانية. لا هيفضل في نفس الاتجاه بس لا هيحصل جمع لهم بقى حسب القيمه بتاعته، لان ده بيتغير في الفراغ وده ثابت. خلاص كده؟ طيب رقم اتنين بقى نتكلم عليه، هو التاثيرات اللي موجوده في الالات الكهربائيه اللي احنا اتكلمنا، قلنا عاوزين مجال مغناطيسي وعاوزين كمان له ايه؟ تاثير. اول تاثير انتوا الكلام ده اللي هقوله كده انتوا كلكم سمعتوه قبل كده، اجاست ان انا ايه هشيل الغبار بس عليه واظهره مره ثانيه، انتوا درستوا الكلام ده قبل كده كله. اول تاثير هو قانون فارادي، اكيد تعرفوه صح؟ فارادي ده ايه يا شباب؟ بيقول لو احنا عندنا مجال مغناطيسي متغير مع الزمن، يعني يكون مصدره جاي من اي سي ولا دي سي؟ جاي من اي سي. اذا التطبيق اللي فرضيه هيعمله لازم هيشتغل فقط على اي سي، مش هينفع يشتغل على دي سي. خلاص كده يا شباب؟ يبقى لو احنا جبنا مجال مغناطيسي متغير مع الزمن، يعني جاي من مصدر اي سي، وحطينا فيه موصل او عرضنا المجال ده لموصل، على طول هينشا على اطراف الموصل ده قوه دفعه كهربائيه، لو جيت تقيس على اطرافه هينشا فرق جهد induced voltage. خلاص كده يا شباب؟ اوكي تعال نشوف اللي التفسير ده كده بكل بساطه. يبقى انا هجيب مجال مغناطيسي جاي من مصدر اي سي اللي انا رسمه باللون الاحمر ده، ده مصدره جاي منين؟ من اي سي، وهجيب موصل واحطه في قلب المجال ده. لو جيت تقيس على اطراف الموصل ده على طول هتجد ان في فرق جهد نشا على الايه؟ على اطراف الموصل. حطينا فولتميتر كده يقيس هيقول لك اه في فرق جهد نشا. عايز كده يا شباب؟ برضه بما ان في فرق جهد نشا المفروض تعرف له ثلاث حاجات، قيمه والشكل، قيمة فرق الجهد النشأ ده كام؟ شكله ايه؟ سوري الاتجاه بتاعه اللي هي البولاريتي يعني، وشكل الموجة اللي نشأت دي هل هي اي سي ولا دي سي؟ يبقى زي المجال المغناطيسي اللي عرفناه انه ايه قيمة وشكل واتجاه، هنا هنعرف قيمة وبولاريتي وايه؟ والشكل بتاعه. خلاص كده؟ القيمة اللي بتاعت المجال، قيمة الفرق جهد اللي بتنشأ دي بكل بساطة لو انتوا فاكرين عبارة عن معدل تغير الفيض بالنسبة للزمن، ده فرق الجهد اللي بينشا على 1 تيرن او على جزء من الموصل بتاعك كوندكتور يعني. طب لو عندك ان بقى من اللفات، عدد لفات ان، يبقى تجمع فرق الجهد بتاعك على كل لفه في الاخر يدي لك تضرب معدل تغير الفيض بالنسبه للزمن في عدد اللفات، طبعا على اساس ان احنا بنهمل الليكج فلكس. يمكن سمعتوا عن الايه المصطلح ده قبل كده. طبعا المجال لما يجي فيه جزء منه بايه؟ حاليا احنا بنهمله، معناه ان الفيض اللي قطع اول لفه فوق هو نفسه الفيض اللي قطع اخر لفه ايه؟ تحت. وبالتالي يبقى احنا هنجمع فرق الجهد اللي نشا عليه. على سبيل المثال مثلا لو قلنا اول لفه نشا عليها 1 فولت وانا عندي خمس لفات، يبقى اللفه الاولى 5 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1، يبقى في الاخر نشا فرق الجهد بتاع 5 ايه؟ 5 فولت. ده بالنسبه للقيمه بتاعتنا. بعد كده فارادي ده جه بعديه لينز، لينز ده قام قايل لنا انا هحدد لكم البولاريتي بتاعت الجهد بتاعك ده. بكل بساطه راح عامل ايه؟ راح حاطط الاشاره لايه؟ النيجاتيف دي. وقال لنا اصل دي قوه دفعه كهربيه عكسيه. يعني ايه قوه دفعه كهربيه عكسيه؟ حد عارف؟ خدتها في الثانويه زمان. ها؟ محدش عارف. اوكي.
طبعا انا وليت اوريدي فرق جهد. انا عاوز فرق الجهد ده ليه في النهايه شباب؟ عشان اغذي بيه ايه؟ حمل مثلا، هنور بيه لمبه ولا حاجه. يعني لو جيت قفلت الدايره دي وحطيت هنا مثلا لمبه، بس كده اللمبه ده تبدا ايه؟ تنور. هتنور ازاي؟ نتيجه اللي هيبدا يمر فيها ايه؟ كرنت، هتسحب تيار. طب ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان اي موصل ماشى فيه تيار ايه اللي يحصل؟ مجال مغناطيسي. اذا على طول هينشا في الموصل ده ايه؟ مجال. المجال المغناطيسي اللي هينشا ده هيكون اتجاهه عكس المجال الرئيسي بتاعك. شوف انت كنت عامل هنا فض رئيسي جاي من بره، هو من مصدر تاني. المجال بقى اللي هينشا من مرور الكرنت هنا في الايه، في الحمل بتاعك ده، هيكون اتجاهه عكس المجال ده. يعني من ماهيته ان هو عاوز ايه؟ يضعف هذا المجال. لذلك اسمها قوه دفع كهربيه ايه؟ عكسية، لان هيمر عن طريقها تيار. التيار ده هيولد فيض، الفضه هيعاكس الفيض الرئيسي بتاعك. ماشي شباب؟ اوكي. التطبيق بتاعنا بقى في الالات الكهربيه بتاع فاراداي هو المحولات الكهربيه. عايز كده، احنا عندنا الابلكيشن هو المحول. المحول عباره عن ايه يا شباب؟ بكل بساطه قلب حديدي وعليه ملفين، واحد بنسميه البرايمري او الملف الابتدائي، وواحد بنسميه السكندري. واحد مهمته يولد المجال المغناطيسي الرئيسي بتاعنا، والتاني اللي هينشي عليه فرق ايه؟ فرق الجهد. بكل بساطه يبقى البرايمري مثلا هروح امرر فيه تيار جاي من اي سي، كاتبه هنا كده اي اوف تي، يعني جاي من مصدر اي سي، على طول هيولد فيض. الفيض ده هيروح يمشي في القلب الحديدي لانه هو المسار السهل بالنسبه له، يروح يقطع الملف السكندري. اول ما يقطع الملف السكندري يبقى هو قانون تطبيق، قانون فرضيه، فيض بيقطع مواصل، على طول هيولد على اطرافه هنا فرق ايه؟ فرق جهد. تقدر تتحكم في فرق الجهد بتاعك ده، تزود عدد اللفات يعني تعمل محول رافع، او تقلل عدد اللفات تعمل محول خافض. خلاص كده، ده الفكره الاساسيه لفكره ايه عمل المحول. فالدكتور محمد ان شاء الله هيكمل بناء على السلايد دي بعد كده، هيبدا هو من السلايد دي وكده. ماشي يا شباب؟ ده اول جزئيه. الجزئيه الثانيه وهي قواعد فيلمنج، سمعتوا عنها برضو ولا لا؟ انا ما بجيبش جديد لسه المحاضرات، كل اللي كان بقوله الكلام سمعتوه قبل كده. قواعد فيلمنج بتقول ايه؟ عندنا قاعدتين، قاعده بتهتم بفكره عمل المولدات اللي هي قاعده فيلمنج يد اليمنى، وقاعده بتهتم بفكره عمل المحركات اللي هي قاعده فيلمنج يد الايه؟ اليد اليسرى. طب نروح للجينريشن اكشن الاول، المولدات. فيلمنج قال ايه؟ عمل عكس فاراداي بالظبط. فاراداي كان له شرط ان المجال هو اللي بيتحرك، يعني جاي من مصدر اي سي والموصل ثابت. فيلمنج هيعمل العكس، قال لا انا هجيب مجال ثابت واحرك انا جواه الموصل. عايز كده هيوصل لنفس الاستنتاج بتاع فاراداي بالظبط، برضه هينشئ على الموصل ده قوه دفع كهربيه توليد برضه في النهايه. يعني هما الاثنين نفسيه في نفس الايه؟ نفس الفكر. اذا القاعده العامه للتوليد بقى عموما اللي يكون عندك مجال ويكون عندك موصل بس بينهم حركه ايه؟ حركه نسبيه، الاثنين ما يدوروش بنفس السعه بنفس السرعه بتاعتك. يعني ممكن المجال يكون بيدور بيتحرك، ممكن الفيض او الموصل هو كمان يكون بيتحرك، بس الاثنين ما بيدوروش بنفس الايه؟ عشان ينشا معدل قاطع. بس كده يا شباب؟ لكن لو الاثنين اتحركوا بنفس السرعه، السرعه النسبيه بينهم بصفر، اذا مش هينشا فرق جهد على الموصل بتاعك في النهايه. بس كده؟ إذا القاعدة العامة للتوليد مجال وموصل بينهم حركة نسبية. القاعدة الأولانية سبيشال كيس فاراداي، يبقى هو قال الموصل هو اللي ثابت والمجال اللي بيتحرك. فيلمنج عامل العكس، قال المجال هو اللي ثابت والموصل هو اللي بيتحرك. فيلمنج بقى قال إيه في القاعدة دي؟ بيقول لو أنا عندي موصل بيتحرك داخل مجال مغناطيسي، برضه على طول هتنشأ عليه فرق إيه؟ فرق جهد. يبقى لو جبت كده قطب شمال وقطب جنوبي على سبيل مثلا حدود حصان ولا حاجه اللي انتم عارفينها زمان، وجبته موصل وحطه جوه المجال ده وابدا احركه، على طول مجرد ما الموصل يتحرك داخل المجال، لو جيت تبص على اطرافه وتقيس فرق الجهد هتلاقي في فرق جهد نشا على اطراف الموصل ده. طبعا انا بتكلم على سلك واحد دلوقتي او موصل واحد، لكن في الالات هتبقى مجموعه كبيره من الموصلات. خلاص كده يا شباب؟ اوكي. برضه يهمني اعرف نفس اللي انا عرفته للقوه الدفع الكهربائيه اللي نشات قبل كده، الاتجاه بتاعها فين؟ خلاص كده، يعني التيار لما هيمر في انهي اتجاه؟ واعرف شكلها ايه؟ واعرف البولاريتي بتاعتك هتبقى عامله ازاي؟ بالنسبه للاتجاه تقدر تحدده. فيلمنج خد الحاله الخاصه لما يكون الثلاثه متعامدين على بعض. ايه هم الثلاثه؟ اتجاه الحركه واتجاه المجال واتجاه التيار. لما يكونوا الايه سبيشال كيس متعامدين على بعض اقدر احدد من هنا قيمه الايه؟ او اتجاه القوه الدفع الكهربائيه اللي بتنشا. فيلمنج بيقول ايه بقى؟ بيقول حركه في وجود مجال هتاخد تيار، حركه مجال تيار، ثلاث تعريفات كده. خلاص كده؟ الصباع اللي فوق ده اتجاه الحركه اللي يليه اتجاه التيار، سوري اتجاه المجال اللي يليه اتجاه التيار اللي هيمر. خلاص كده؟ تعالى نطبق بقى على الحاله بتاعتنا فيما بعد، هنشوفها دلوقتي. طب ده بالنسبه للاتجاه. القيمه بكل بساطه قانون فيلمنج قال هو عباره عن كروس برودكت لمتجه
السرعة في متجه كثافة الفيض، شوف اتجاه الفيض فين واتجاه الحركة فين، يعني معناه اللي انت عايز الصين الزاوية ما بينه، شوف الزاوية اللي ما بينهم كام، هات الصين بتاعتها. دوت برودكت مع متجه او طول الفعال الموصل. يعني ايه الطول الفعال الموصل؟ افترض ان انا عندي سلك طوله 1 متر، 1 سنتي بس منه هو اللي متعرض للمجال. لما تيجي تعوض في القانون ده تعوض بالواحد متر ولا الواحد سنتي؟ اونلي الوان ايه 1 سنتيمتر ده، لان هو ده الطول الفعال اللي بالفعل ايه يتعرض للمجال المغناطيسي. ماشي يا شباب، تعالى ناخد اكزامبل بسيط كده. هعمل اسقاط للايه للشكل اللي قدامنا ده، للشكل ده كده، ده قطب شمالي وده القطب الجنوبي، اتجاه المجال خارج من القطب الشمالي ورايح للقطب الايه الجنوبي، ده اتجاهه. وجبت موصل، موصل ده مساحه المقطع بتاعته على شكل دايره. طبعا عارفين معظم الموصلات على شكل ايه كروس سكشن بتاعها واخد ايه شكل دايره، فانا رسمت الدايره بتاعه لان معناه ده موصل بتاعك اللي هو الشكل ده كده، انه موصل خدت الكروس سكشن اريا بتاعته اللي هنا على شكل دايره. وهبدا احرك الموصل ده لاعلى، يبقى ده اتجاه الايه اتجاه الحركه. فين اتجاه الكرنت؟ طبق بقى حركه مجال تيار، حركه اتجاه الحركه عندي هنا الاعلى، اتجاه المجال جاي من الشمال ورايح للايه للجنوب، يبقى اتجاه التيار خارج او داخل، خارج من عندك وداخل للايه داخل للموصل، يعني جاي من بدايه الموصل ورايح لنهايه الايه الموصل، ده اتجاه الكرنت اللي بيمر حاليا في الموصل بتاعك. لما يكون التيار بقى في الايه في هذا الاتجاه، يعني جاي من عندك انت وخارج او خارج من الناحيه الثانيه من الموصل، هندور رمز ايه كروس. لما تلاقي كروس كده محطوط على موصل بقى من هنا ورايح، معناه ان ده اتجاه الكرنت بتاعك داخل الايه داخل الموصل، او خارج من النقطه اللي عندك ورايح لنقطه ثانيه بعيد عنك. ماشي يا شباب. طيب لو انا عاوز اعكس اتجاه الكرنت ده اعمل ايه؟ قدامك حل من اثنين، يا تعكس اتجاه الحركه يا تعكس اتجاه المجال، واحد منهم. ما تعكسش الاثنين، لو عكست الاثنين يبقى انت ما عملتش حاجه. تعال نعكس اتجاه الحركه الاسف، يبقى انا عكست اتجاه الحركه الاسف، ايه اللي هيحصل؟ طبق كده حركه مجال تيار، اتجاه الحركه حاليا لاسفل، اتجاه المجال زي ما هو من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، اتجاه التيار هيبقى ايه؟ خارج، يعني جاي من النقطه البعيده ويخرج من النقطه القريبه منك. لما تشوف حاجه زي كده هنديها رمز ايه؟ دوت. يبقى انت تلاقي موصل عليه دوت، معناه ان التيار خارج من النقطه القريبه منك اللي انت واقف عندها. بس كده يا شباب. تاني حركه مجال تيار، اتجاه الحركه اصبح لاسفل، اتجاه المجال يبقى اتجاه التيار ايه؟ خارج من الموصل. بس كده تدربوا نفسكم بقى انتوا عليها كده براحتكم. صعبه دي؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ لاستنتاج القوى الدافعه الكهرباء. طب شكلها ايه؟ هسيبها شويه كده، هسيبها في السلايد قبل الاخير. ماشي يا شباب؟ توصيليه الموصل يعني. اوكي، الجزئيه دي بتفرق طبعا، لان هناخد في الاعتبار بعد كده مقاومه الموصل. بعد كده هناخد بقى لما نيجي ندرس ونسحب كارنت ونشوف فرق الجود، هنبقى ايه في فرق جود ضاع هنا على الموصل نتيجه الريزيستنس بتاعته، ناخد الكلام ده كله في الاعتبار. يعني نوع الماتيريال ده هيفرق معانا في الفولتج دروب اللي هينشا على الموصل. هنشوف الكلام ده، بس احنا لسه دلوقتي بنتكلم على ايه؟ بيزكس بس يعني. عكس اتجاهه ازاي؟ المجال قدامه ايه لما يطلع من الملف بتاعك في المحاولات؟ هيجد قدامه طريقين، الهواء اللي حوالين الموصل في جزء بسيط جدا هيهرب بالفعل ويمر في الهواء، ده ما بيكملش طريق، بيقعد يلف حوالين الموصلات كده، بنسميه فيض هارب، بيقعد يزغزغ كده في الايه؟ في الملفات بتاعتك ويولد فيها فرق جهد عكسي، هنتكلم عليه بالتفصيل دكتور محمد يكلمكم في الايكوفالنت سيركت فيما بعد. وجزء بعد كده الماده الحديديه دي هي تعتبر الايه البرميابيليتي بتاعتها عاليه، يعتبر الطريق المسفلت او السهل اللي المجال يمشي فيه. خلاص كده خطوط المجال المغناطيسي بتمشي ايه؟ طبعا هي ما بتمشيش خط وتتكسر مره واحده كده، لا ده لها شكل معين، لو تدرسوا برامج خاصه بالمغناطيسيه تشوف شكل المجال بيمشي ازاي عند النقط دي. خلاص كده، والنقط دي تعتبر هي اضعف نقطه في المحاول، نقطه الكورنر دي فيها مشاكل، المجال بيتجمع عندها، بس في النهايه المجال ما ايه الخطوط ما بتتقاطعش، ده هو شايف ان الطريق ده الاسهل لان بعد كده في هواء مش هيمشي في الهواء، يعني الهواء ده بالنسبه للمجال هو المطب الصناعي. يعني فلما يجي لما تلاقي قدامك جزء فيه مطب وجزء فيه ما فيش فيه مطب، هتروح في اي اتجاه؟ الطريق السهل اكيد هيمشي في الماده الحديديه، لان البرميابيليتي بتاعتها او الموصليه المغناطيسيه بتاعتها هي الايه؟ السماحيه المغناطيسيه هي العاليه. ماشي؟ الدكتور محمد هيتكلموا معاكم في الايه؟ في التفاصيل دي ان شاء الله يعني. التأثير الثالث والأخير وهو فيلمنج لدى اليسر، اللي هي فكرة عمل الايه؟ المحركات. فيلمنج للمحرك بيقول ايه؟ بيقول لو احنا عندنا موصل حامل للتيار، لو جبنا موصل بس اوريدي كان بيمر فيه ايه؟ كرنت، روح حطيناه بالكرنت بتاعه كده في قلب مجال مغناطيسي،
على طول الموصل ده هينشأ عليه فورس ايه تحرك، في تورك هينشأ او فورس هينشأ على الايه الموصل بتاعك ده يتحرك. طالما بتحرك يعني فكره عمل المحركات مبنيه على النقطه دي، بان احنا عندنا موصل بس في شرط ان يكون بيمر في كرنت وحطه في قلب مجال مغناطيسي، على طول هينشأ فورس على المحرك او على الملف بتاعك ده او على الموصل بتاعك ويبدا يحركه في اتجاه ما. نفس الفكره، يبقى انا جبت قطب شمالي وقطب جنوبي وجبت موصل وبيمر فيه تيار وحطيته في قلب المجال في فورس، لازم تعرف بقى قيمتها كام واتجاهها فين، الفورس دي الاعلى ولا الاسفل، في اتجاه قارب الساعه ولا عكس اتجاه قارب الساعه فيما بعد. فعاوزين نعرف ايه القصه دي بسرعه كده. برضه فيلم الجهاد اليسرى بتقول ايه؟ نفس التعريفات بتاعت فيلم الجهاد اليمنى بالظبط، بس الاتجاهات بس معكوسه. هناك كنا بنقول ايه؟ بادئين من فوق بنقول حركه في وجود مجال ناخد تيار، هنا هنمشي العكس، تيار في وجود مجال ناخد ايه؟ ناخد حركه، بس هي نفس المسميات بالظبط، ده الحركه وهنا الحركه، ده المجال وده المجال، ده التيار وده التيار، بس اللي ايه؟ عكس بعض. خلاص كده؟ حتى اللي احنا نمشي بيه السيكونس متغير، يبقى احنا عندنا موصل حامل للتيار في وجود مجال في فرصه اتحرك. تعال نطبق الكلام ده علينا. اول حاجه قيمه الفرصه دي خدتوها انتوا في المجالات الكهرومغناطيسيه، سمعتوا عن قانون بايت سافرت لوب، سمعتوا عنه؟ هو ده اختصار قانون بايت سافرت لوب بتاعنا. بايت سافرت لوب بيقول ايه القانون ده؟ بيقول لو انت عندك حصل ضرب الطول الفعال للموصل كروس برودكت مع شده المجال او متجه المجال، ضرب عادي خالص قياسي مع متجه مع قيمه التيار، هتديك قيمه الفرصه اللي هتنشا. يعني في النهايه انت عايز هنا الساين الزاويه اللي ما بين الموصل وما بين الايه المجال المغناطيسي. هناك في فيلم الجهاد اليمنى او في المولدات كنت عايز ساين الزاويه اللي ما بين متجه السرعه وكثافه الايه كثافه الفيض. طب تعالى بقى نطبق ونشوف اتجاه الحركه بتاعنا فين. افترض ان انا جبت موصل حامل للتيار واتجاه التيار كان داخل للموصل، يعني انا جبت موصل اهو وحطيت عليه كروس، يعني اتجاه المجال داخل للايه اسوره اتجاه الكرنت داخل للموصل. خلاص كده، وحطيته داخل مجال مغناطيسي، على طول اوتوماتيك هتنشا فرصه على الايه على الموصل ده اتحرك، فبيتحرك في اي اتجاه؟ طبق فيلمنج لليد اليسرى، يبقى اتجاه التيار هنا داخل وده اتجاه المجال رايح من الشمال للجنوب. في الحاله دي يبقى اتجاه الفرصه هيبقى الايه هيبقى الاسفل، اذا الموصل بتاعك بالفعل هيتحرك لايه لاسفل. طب لو انت عاوز تعكس اتجاه الحركه دي تعمل ايه؟ نفس الفكره، قدامك حل من اثنين، يا تعكس اتجاه الكرنت يا تعكس اتجاه المجال المغناطيسي بتاعك. لو عكسنا اتجاه الكرنت لما كان داخل اخليه خارج، هدور رمز دوت، يبقى في الحاله دي تيار مجال حركه، يبقى اتجاه التيار خارج ده اتجاه المجال في اتجاه الشمال للجنوب، اذا اتجاه الفرصه بتاعتك لايه؟ لاعلى. اذا تقدر تعكس الحركه يا اما تعكس المجال يا اما تعكس التيار. صعبه دي؟ فيها مشكله؟ اوكي. حاليا احنا كده فهمنا فكره عمل المولدات والايه؟ والمحركات والترانسفورم. هفترض بقى حاليا واحد منكم كده يعني مهندس شاطر ويروح البيت النهارده قال انا هعمل ايه؟ شوف فكره عمل المولد دي صحيحه ولا خاطئه. وبالفعل عاوز يعمل ايه؟ قال انا هعمل مولد. مولد يعني هيعمل ايه؟ هيجيب مغناطيس وهيجيب موصل ويحركه داخل المجال المغناطيسي ده. طب بكل بساطه زميلكم راح عمل الكلام ده، جاب مجال مغناطيسي وجاب موصل وحركه. طبق فيلمنج هذا اليوم ده بما ان ده مولد. حركه مجال تيار. اتجاه الحركه هنا الاعلى واتجاه المجال من الشمالي للجنوبي، يبقى اتجاه الكرنت هيبقى ايه؟ داخل الموصل. اديته رمز ايه؟ كروس. انت انا حاطط عليه رمز كروس، يبقى ده اتجاه الكرنت اللي هيبدا يمر في الموصل بتاعك ده. خلاص كده؟ فزميلكم ده فرح جدا ان هو فعلا عرف حاجه جديده، ولكن للاسف فوجئ بالواقع الاليم. ايه هو؟ ان الموصل بتاعك ده مجرد ما مر فيه تيار اصبح موصل حامل للتيار موضوع داخل مجال المغناطيسي. فكره عمل موصل حامل للتيار داخل مجال مغناطيسي، فكره عمل ايه؟ محرك. اذا لازم ينشا فرصه عليه والا يبقى في حاجه خطأ. فاوتوماتيك طالما اهو ده الشكل اللي قدامنا حاليا بعد عمليه التوليد، فاه بقى اصبح موصل اهو حامل للتيار ومحطوط جوه مجال، يبقى في فرصه لازم تنشا عليه. اتجاه الفرصه دي فين؟ طبق فيلمنج لليد الايه؟ اليد اليسرى. هنطبق فيلمنج لليد اليسرى، اتجاه التيار داخل اتجاه المجال جاي من الشمالي للجنوبي، اذا في اتجاه الفرصه هيبقى اتجاهها لايه؟ لاسفل. معناها ان انت كنت جاي حطيت موصل في قلب مجال وجيت شد لفوق، الموصل قال لك لا ستوب انا هتحرك لايه؟ لاسفل. انت عاوز تشغله جنريتور تاخد منه كرنت، قال لك لا ستوب انا هشتغل ايه؟ محرك. يعني جيت تعمل مولد، لا قالت لك لا انا هشتغل ايه؟ محرك. طبعا اكيد في حاجه ايه؟ مش مظبوطه، صح كده؟
فزميلكو ده راح هيعمل العكس، قال خلاص انا هعمل محرك، متوقع ايه اللي هيحصل؟ اكيد هترد عليه بمولد. نفس الفكرة، هو راح جاب موصل حامل للطيار وحطه جوه مجال مغناطيسي، هذا الموصل الحامل للطيار ومحطوط داخل مجال مغناطيسي، اتجاه الفرس فين؟ طبق فيلمين جاد اليسر، طيار مجال حركة اتجاه الطيار داخل، اتجاه المجال من الشمالي الجنوبي، اذا اتجاه الفرس هتبقى لايه؟ لأسفل. صعبة دي؟ بس مجرد ما الموصل بتاعك ده اتحرك ايه اللي حصل؟ اصبح موصل بيتحرك داخل مجال مغناطيسي، لازم تنش عليه قوة دفع كهربية. فيلمين جهاز اليمنى، طبق فيلمين جهاز اليمنى اتجاه الحركة بتاعتك هنا ليه؟ لأسفل، إذا اتجاه الكرنت هيبقى خارج من الموصل، يعني أنت بتدي تيار للموصل بتاعك أو بتدي تيار للآلة عشان تشتغل محرك، هي ستوب قالت لك يقف، خد أنت التيار من عندي وهشتغل أنا إيه؟ مولد. صح كده؟ نفك الإشكالية دي إزاي؟ ده له تفسيرين مهمين قوي. التفسير الأولاني إن رقم واحد، أي آلة في الحياة العملية نظريا، حط تحت نظريا ده 500 خط، تنفع تشتغل مولد وينفع تشتغل محرك، لأن الآلة لو هي مولد جواها جوه إيه؟ تأثير محرك، والعكس لو هي شغالة محرك جواها تأثير مولد، فبالتالي تقدر تعظم تأثير واحد عن التاني، تشغلها محرك أو تشغلها مولد براحتك زي ما أنت عايز، ده نظريا. لكن عمليا في آلات تقدر تقوم بالمهمة دي بكل بساطة جدا، زي ما تدرس كده في آلات التيار المستمر، آلات التيار المستمر دي تشغلها محرك أو مولد مفيش فرقة معاها، براحتك زي ما أنت عايز. لكن في آلات تانية تنفع تشتغل مولدات بسهولة، لكن لو عايز تشغلها محرك الأمر صعب شوية، لازم تتدخل بحاجة تانية عشان تقدر تشغلها محرك، زي الآلات التزامنية اللي هيدرسها. تشتغل كمولدات مفيش مشكلة. عايز تقلبها محرك للأسف ملهاش ستارتنج بيه تورك، ملهاش عزم بيت، ما تقدرش تشغلها محرك بسهولة. لازم تتدخل عشان تقدر تحركها ايه او تشغلها كما لو كانت موتور. بس كده الاله الاندكشن ماشين عكسها، تشتغل محرك بكل بساطه، لكن لو عايز تقلبها مولد الامر صعب شويه، لازم تتدخل بشكل ما عشان تعمل ايه، تقدر تقلبها من موتور الى جينريتور. السبب ايه يا شباب في القصه دي كلها؟ هو طريقه انتاج المجال المغناطيسي. انت جايب المجال المغناطيسي لها ازاي؟ بس كده يا شباب دايما اتكلم عليه بالتفصيل فيما بعد. ده التفسير الاولاني وده مهم جدا. النقطه الثانيه ان الباك ام اف اللي بتنشا وخصوصا في المحركات، يعني زميلكم هنا لما جه يعمل موتور الاله ردت عليه هنا بايه؟ بجنريتور. فرق الجهد العكس ده مهم جدا، ده اللي بيعمل ليميت للكرنت. الاله بتاعتك اللي قدرتها كبيره وتلاقي بتسحب تيار صغير، ليه؟ نتيجه الباك ام اف العكسيه اللي نشات جواه. لذلك دي نقطه مهمه جدا في بدء الحركه للمحركات. طبعا عشان ينشأ الباك ام اف العكسيه لازم الاله تكون بدات ايه؟ تتحرك. طب عند الستاند ستيل لو عندك موتور وانا لسه هبدا اشغله، مجرد ما توصل له كهرباء يبقى فرق الجهد اللي موجود بتاع السبلاي متسلط على الامبيدنس بتاعت الملفات بتاعتك. على سبيل المثال هفترض ان انا عندي اله بتشتغل على 220 فولت ومقاومه الملفات بتاعتها نص اوم، يبقى لما تحط 220 فولت على نص اوم يديك تيار او تسحب تيار قد ايه؟ ب 220 على نص يعني تديك 440 امب، تيار كبير جدا. طب لو الاله بدات تشتغل هيبدا ينشا جواها باك ام اف، قيمه الباك ام اف دي قريبه جدا من السورس سبلاي بتاعك او السبلاي بتاعك. يعني مثلا لو انت مسلط 220 فولت هتجد اللي نشا جوه الاله جهد عكسي قيمته تقريبا 210، يبقى فرق الجهد في الحاله دي كام؟ 10 فولت على الامبيدنس اللي ما بينهم اللي هي نص اوم، يبقى التيار اصبح 20 امب. يبقى الاله لما كانت بتسحب في البدايه 440 امب هتلاقي بتسحب بس ايه؟ 10 امب او 20 امب فقط لا غير. ده بفضل ان الباك ام اف نشات جوه الايه؟ جوه الاله. لذلك الالات او معظم الالات بيقابلنا مشكله في نقطه او بدايه الايه؟ الحركه بتاعتها، لسه الباك ام اف اللي جواها ما نشاتش، فبتسحب تيار عالي جدا ممكن يحرقها بسهوله. فيبقى وظيفتك انت كمهندس انك تعملها وسيله بدء ايه؟ بيضحى، لان تحد من الكرنت لحظه البدء ما يزيدش عن حد معين عشان ما يحرقش الملفات. لكن مجرد ما الاله تاخد حركتها وتنشا والباك ام اف جواها خلاص التيار بتاعك اوتوماتيك هينزل لايه؟ لمعدل طبيعي مفيش مشكله. حد عنده استفسار في النقطه دي يا شباب؟ نرجع بقى للنقطه اللي احنا كنا سايبينها اللي هو استنتاج القوه الدفع الكهربيه، شكل الموجه اللي بتنشا هل هي اي سي ولا دي سي. طبعا بكل بساطه هي بتعتمد على ساين الزاويه اللي بين متجه السرعه وكثافه الفيض، يعني اوتوماتيك من غير ما ترسم او تشرح هي تطلع شكلها واخد شكل الايه؟ الساين سويد. تعال نبص عليها بسهوله. افترض ان انا عندي قطب شمالي وقطب جنوبي وعنده موصل احركه
تحت القطب الشمالي وهروح ادخل تحت القطب الجنوبي على محيط دايره كده جوه المجال المغناطيسي اللي هو بالشكل اللي قدامنا ده. يبقى في الحاله دي قيمه القوه الدفعه الكهربيه حاصل ضرب الطول الفعال في قيمه كثافه الفيض في قيمه الحركه بتاعتك السرعه قيمتها كام في ساين الزاويه ما بين متجه السرعه ومتجه كثافه الفيض. لو خدت البوزيشن هنا مسميه صفر هنا ده متجه كثافه الفيض اهو وده متجه السرعه الزاويه بينهم كام 180 ساين 180 بزيرو. اذا انا موصل في البوزيشن ده فرق الجهد اللي عليه اللي هيبقى اللي هينش عليه يبقى قيمته بكام بصفر. لو جيت ارسم في فرق جهد بصفر على الموصل في البوزيشن ده. طب لو حركته مثلا زاويه 45 درجه في اتجاه عقارب الساعه جيت للبوزيشن اللي فوق ده اللي انا سميته البوزيشن رقم 1 يبقى عندك الزاويه بتاعتك كانت 180 شيل منهم 145 شيل منهم 45 بس كده يبقى 180 ناقص 45 ساين القيمه دي بكام قيمه اكبر من الصفر لها قيمه يعني. فبالتالي لما تعوض في المعادله دي يبقى القيمه ديت في النهايه يطلع لها ايه قيمه محدده يبقى في فرق جهد هينشأ على الموصل عند البوزيشن رقم 1. طب لو حركته ورحت لمنتصف القطب بالظبط بس الزاويه بتاعتك اصبحت 90 ساين 90 بالماكسيمم بواحد خلاص كده يبقى هينشأ اقصى فرق جهد ممكن. بعد كده هروح للنقطه اللي قبل كده اللي هي 45 درجه اللي هي في نهايه القطب يبقى برضه هينشأ فرق جهد اقل شويه من الماكس. بعد كده هروح لمنتصف القطب بالظبط اللي هي الزاويه بتاعتك تبقى بزيرو وبالتالي فرق الجهد بتاعك هيبقى بصفر. طبعا لو كملت بنفس الشكل ورحت تحت القطب الجنوبي هينشأ نفس الموجه دي بالظبط ولكن في الاتجاه الايه المعاكس يعني الموجه بتاعتك هتكمل بالشكل ده كده. اذا التوليد عموما اي توليد عندنا هو اي سي. طب لو انت عاوز تشوف اله التيار المستمر ايه اللي هيفرقها بقى عن اله التيار المتردد ما طالما هي لو انت عاوز تشغلها جنريتور هينشأ اي سي ايه اللي هيحوله دي سي. لذلك الآلة الدي سي هتجد بيزداد في تركيبها جزء محدد كده وظيفته ان يعمل عملية الريكتيفيكيشن دي انه يحولك الموجة من اي سي الى اللي هو الجزء اللي تحت ده يطلع لك الى ايه يطلع لك فوق كده. هنسمي الجزء ده كوميتيتور وهو الجزء الاسوأ في آلة التيار المستمر. كل المشاكل بتيجي من الجزء الضعف ده يعني هي عملية توحيد ميكانيكية. طبعا معذور البار الكترونيكس الموضوع مختلف درستوا انتوا الدايز والحاجات دي لكن هو عبارة عن ايه جهاز توحيد كوميتيتور بيشتغل بطريقة ايه ميكانيكيه لكن يعتبر كان اختراع مهم جدا اياميها يعني. ماشي يا شباب ده شكل التوليد عموما. بالنسبه بقى للمنهج بتاعنا او تصنيف الالات الالات بتصنف بقى بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده الى الانواع المختلفه دي يا اما دي سي ماشينز بس كده ولها ما يسمى بالسبيشال ماشين بتاعت الات خاصه منها. كلمه الات خاصه دي معناها ايه لان انتوا مش هتدرسوها للاسف. اله خاصه معناها ان انت بتضطر تغير في تركيب الاله بشكل ما عشان تناسب تطبيق معين او ان الاله مصممه خصيصا للتطبيق ده فلذلك هنسميها الات ايه الات خاصه بس كده سواء كانت في الاي سي او في الدي سي. الات الاي سي هنبقى معانا الترانسفورمر هي الدكتور محمد ان شاء الله زي ما قلت هيدرسه مع الجزء الخاص بالدي سي ماشين وانا ههتم بالثلاث انواع الاخرى من الماشينز دي. في طبعا في انواع كثيره من الالات الكهربيه بس للاسف صعب ان احنا ندرسها لكم في ايه الشورت تايم اللي احنا فيه ده دلوقتي كده. يبقى انا خلصت الايه المحاضره لو في حد عنده ايه اي استفسار. اي استفسار يا شباب متاكدين؟